سؤال كان سبجكت 2 بايكسيال نودز. التصميم بتاع العمود لما يكون عليه ام اكس وام واي. لو جالنا عمود عليه ام اكس وام واي هنتعامل معاه ازاي؟ الاول كده لو رسمنا قطاع في العمود قطاع قرصاني الابعاد بتاعته عرضه عندنا حديد التسليح المنظر ده في الكود المصري او كتاب دكتور شاكر بتاع العمود في الايد واخد مسافه اسمها بي داش واي داش. عايزين نفهمها ايه هي المسافه دي من اول وجه الخرسانه لحد نهاية الاستياج، يعني كأنه عرض العمود ناقص الايه؟ كفر واحد ده هنسميه بي داش. نفس الكلام هنشيل كفر واحد من الايه؟ هنسميها الايه داش زي ما انتم شايفينها كده، تمام؟ طيب الايه داش عبارة عن ايه؟ الايه داش بتساوي الايه ناقص كفر. الكفر يا اما 2 سم ونص يا اما ايه؟ 3 سم. هنعمل ايه برضه؟ الاي داش بتساوي الاي ناقص 2.5 او 3 سم. البي داش هتساوي البي ناقص كفر برضه. طيب ايه الكلام ده؟ العمود ده انا لسه بقول لك دلوقتي عايزين نصمم قطاع عليه ام اكس وام واي. ام اكس يعني بتلف حوالين محور اكس، يعني هكون في انهي اتجاه؟ في اتجاه الاي موازي للاي ولا موازي للبي؟ الام اكس موازي للاي. يبقى عندنا كده ام اكس. يبقى عندنا كده ام واي. ام واي اللي هي بتلف حوالين ايه؟ محور واي. ده كده محور واي. طب ده كده محور اكس. الموجب اللي بيلف حوالين محور اكس اللي هو موازي للبي ده الام اكس. انا دلوقتي هعمل ايه؟ الام اكس اللي جات لي مباشره والام واي اصمم القطاع ازاي؟ وطبعا العمود عليه مثلا اكسل فورس كمان. قال لك بنحسب حاجه اسمها الام اكس، هنحسب فاكتور يعني الام اكس على الاي داش والام واي على البي داش وبنقارنهم ببعض علشان نعرف احنا هنكمل حل المساله عن طريق نحسب ام اكس داش ولا ام واي داش وهنعرف ايه دول دلوقتي. تعالى كده اول حاجه في النقطه بتاع المساله بتيجي البي التمت والام اكس والام واي ومديك قطاع العمود الاي في البي. رقم واحد سهل ان انا اجيب الاي داش والبي داش ولا صعب؟ سهل. طب عايز اجيب بقى الام اكس على الاي داش والام واي على البي داش واقارنهم ببعض. في حاله ان الام اكس على الاي داش اقل من او يساوي الام واي على البي داش يبقى انا هكمل الام اكس وهصمم على الام واي داش. الام واي داش دي عباره عن ايه؟ عباره عن الام واي ونسبه من الام اكس. بص كده يا شباب، يبقى في حاله الكلام ده قدامك على الشاشه اهو، في حاله الام اكس على الاي داش اللي انا حسبتها طلعت اقل من او يساوي الام واي على البي داش. الكلام ده ما تحفظوش على فكره، المعادلات دي ما تحفظهاش، دي موجوده في الجداول تمام؟ او في كتاب الدكتور شاكر صفحه 329. هيخليك تحسب ام اكس على الاي داش، طلعت اقل من او يساوي ام واي على البي داش، يبقى انا هنا هعمل ايه؟ ام اكس ولا ام واي؟ الام اكس، رجلك ام اكس. يعني هصمم على ايه؟ على ام واي، ام واي بس، لا ام واي داش اللي هي هتبقى عباره عن الام واي زائد نسبه من الام اكس. طب النسبه دي بتساوي ايه؟ بتساوي بيتا معادل، هنعرفه دلوقتي، مضروب في بي داش على الاي داش في الام اكس، يبقى بيتا بي داش على الاي
الاي داش الام اكس. ايه المجهول اللي عندي هنا يا شباب؟ الام واي داش اللي عايز احسبه، الام واي واي البيتا فاكتور بنشوف نحسبه ازاي من الجداول، البي داش والاي داش نقطه ولا مجهول؟ واي. الام اكس واي، يبقى انا ناقص لي بس ايه؟ نجيب البيتا. لو جبت البيتا بقت الام واي داش ايه؟ معلوم. طيب هنفتح صفحه 329 عشان نعرف نجيب البيتا ازاي. هتلاقي جداول صفحه 329 معاكم الجداول. معكوش الجداول، طيب هتلاقيه بيحسب وعامل اللي هو نسبه الحمل الاكسل فورس مقسوم على الاف سي يو في قطاع العمود الدي في الاي. طبقا للنسبه دي هتلاقي على طول البيتا بتساوي ده، هتلاقي جدول كده في هنا البي على اف سي يو الدي في الاي وهنا تحت البيتا. اجيب القيمه دي احصل عليها يا شباب جبت البيتا، يبقى انا كده عندي الام واي داش. اعمل بيها ايه؟ انا كده نسيت خالص ان في ام اكس وام واي، لكن شغال على ان دلوقتي بقى في ايه؟ الام واي داش. اصممها مع الاكسل فورس. اصممها ازاي؟ اشوف الاول القطاع بتاعي سمول اكسنتريستي ولا بيج اكسنتريستي. ابتدى سمول اكسنتريستي مثلا هخش على هخش على الانتراكشن دايجرام وابدا اجيب التسليح بتاعه. ملحوظه بقى وانا داخل على الانتراكشن دايجرام اخش بصمم الام واي داش دي عباره عن الام واي بالنسبه للام اكس. اخش اعمل ايه؟ الجداول اللي هي فيها شكل التسليح على الجنبين كده ان اس اس داش، ولا في جداول ثانيه اللي فيها التسليح بيتوزع بانتظام على القطاع كله؟ ايه رايكم؟ خش على انا يا شباب. انا دلوقتي عندي اثنين مومنت صح؟ المومنت تخش على دي بقى، تخش على ايه؟ تخش على دي. وهقول لك برضه في حاجه، انا دلوقتي سي مثلا بصمم على الام واي داش، ده معناه ايه؟ ان كانت الام واي هي اللي كريتيكال عن الام اكس، تمام؟ هل لما اطلع التسليح ده احط كده ربع 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 الاربع ارباع اوزعهم؟ لا. ممكن تعمل ايه؟ تحسب نسبه للام اكس والام واي وتوزع بالنسب، او الطريقه التقريبيه انا بصمم على الام واي داش بحط هنا مثلا تلت الاس اللي طالعه لي وهنا تلت، يبقى انا كده ايه؟ تلت اقسمه على الاثنين دول يبقى هنا سوتس وهنا سوتس. ده في حاله ان انا بصمم على ام واي داش، لكن لو كنت بصمم على الام اكس داش يبقى هنا التلت والتلت سوتس وسوتس. بصوا كده يا شباب، بصوا كده. طيب الجداول دي انت مش فاهم فيها اي مشكله، هتشوف مساله دلوقتي. في حاله الام اكس على الاي داش طلعت اكبر من الام واي على الاي داش، يبقى في حاله الام اكس على الاي داش ما طلعتش اقل بقى، ده طلعت اكبر من الام واي على البي داش. نعمل ايه؟ هنعكس الكلام ده. انا كنت بحسب ام واي داش، في الحاله دي هعمل ايه يا شباب؟ احسب الام اكس داش اللي هي اللي طلعت اكبر. يبقى في حاله الام اكس على البي داش طلعت اكبر من الام واي على البي داش. احنا نجلكت ايه بقى؟ ام واي ولا ام اكس؟ ام واي. واحسب حاجه الام اكس داش اللي هي بتبقى عباره عن الام اكس زائد نسبه من الام واي. النسبه دي اللي هي ايه؟ بيتا في هتبقى في ايه؟ الاي داش على البي داش ولا البي داش على الاي داش؟ الاي داش على البي داش الام واي زي ما انتم شايفين. يبقى في حاله الام اكس على الاي داش طلعت اكبر من الام واي على البي داش،
هعمل الام واي وهشتغل القطاع لانه عليه اكسيال فورس وايه كمان يا شباب وام اكس تاني هجيب الام اكس تاني اللي هي عباره عن الام اكس زائد نسبه من الام واي النسبه دي عباره عن ايه بيتا بيتا لو الناس معاك دوت هتعرف انها سهله جدا ان انا اطلعها اطلعها ازاي بحسب قيمه الحمل على الاف سي يو على القطاع العمودي اجيب البيتا اضربها في الاي داش على البي داش في الام واي اطلع الام اكس داش هتعامل بعد كده انسى بقى حاجه اسمها الام اكس وام واي بقى اتعامل على بناء على ايه؟ ام اكس داش مع البي بص كده يا شباب كنت بجيب المره اللي فاتت الام واي داش يبقى هي اللي اتعامل معاها مع البي لكن انسى بقى الام اكس والام واي دلوقتي طيب الام اكس داش والبي اعمل ايه؟ اشوف سمول اكس انترستي ولا بيج اكس انترستي؟ ترى سمول خش على الدايركشن دايجرام نلاحظ حاجه مهمه قوي يا شباب لما تخش على الانتراكشن دايجرام انت شغال ام واي داش ولا ام اكس داش؟ ليه؟ ام اكس داش يبقى الاي اس يعني بالمنظر ده مش ايه الفرق معايا؟ انا فارق معايا في معامل اللي هو الكي في الاي على التي اللي كان بيساوي ايه؟ الام على الاف سي يو ها البي في الديسك وير الديسك وير دي اللي فارقه معايا لو ام اكس يبقى بدل الديسك وير اللي هو ايه؟ ديسك وير طب لو كان ام واي هنا بدل تي سكوير بي سكوير وبدل بي دي تبقى ايه؟ ايه؟ ناخد بالنا من المحصول ده شكل بص كده على اللي احنا قلناه عندنا عمود قطاعه 30 في 70 سم العرض 30 سم و 300 مللي في الطول الكبير بتاعه 700 مللي عليه مومنت ام اكس قيمتها 400 وام واي قيمتها 100 كيلو نيوتن متر وقلنا دي 700 مللي ودي 300 مللي وعليها اكسيال فورس قيمتها 2100 كيلو نيوتن الاي فيلد 360 نيوتن على مليمتر سكوير والاي بي سي يو 25 نيوتن على مليمتر سكوير عايزين نصمم القطاع رقم واحد قلنا نحسب يا شباب اي داش بي داش سهله جدا الاي داش 700 مللي ناقص الكفر هاخد الكفر ايه؟ 30 مللي يبقى 670 مللي البي داش يبقى 300 مللي ناقص الكفر هيطلع لي كام؟ 270 مللي جبت دول علشان ايه؟ احسب الام اكس عن اي داش علشان اقررها من ام واي عن بي داش الام اكس عن اي داش لما حسبناها طلعت 597 والثانيه طالعه 370 و4 مين اكبر يا شباب؟ الام اكس عن اي داش كده اكبر يبقى هعمل ايه؟ يبقى هعمل الام واي واحسب الام اكس داش اللي هتساوي ام اكس زائد بيتا ها بي داش اه سوري اي داش على بي داش الام اكس 400 البيتا احسبها من كده احسب ايه الاول؟ اجيب البي اكبر على الاف سي يو اجيب الايه؟ طلع بكام؟ البي اكبر ب 4 من 10 البي اكبر اللي هي 2000 كيلو نيوتن على الاف سي يو 25 في البي اللي هي 300 في الاي اللي هي 700 طلع 4 من 10 وقارن 4 من 10 ديت البيتا طلع 7 يبقى انا هنا الام اكس 400 زائد البيتا بقت 7 من 10 في الاي داش 670 على البي داش 270 في الام واي ب 100 هتطلع القيمه دي بكام يا شباب؟
القيمة ديت الـ MX داش طالعة 573 و7 كيلو متر. هاخدها هي بقى واشتغل عليها مع الاكسيال فورس. عندي قطاع 300 و700 وعليه اكسيال فورس 2100 كيلو نيوتن وعليه ام اكس داش عباره عن 573 مكسر. اول حاجه احسب الاكسنتريست وشوف الاي على تي، هتطلع تقريبا حاجه 20 من 100 طلعت اقل من النص، يبقى سبول اكسنتريستي هروح على الانتراكشن دايجرام. انت راكش الدياجرام صفحاته كتير، احدد الصفحه ازاي؟ الابسلون طلع عندي اللي هي المسافه بين الحديد يعني الطول كله ناقص الاثنين كفر. انا طول الطول الموازي للمومنت اللي هو هنا كام؟ الموازي للمومنت اللي هو الايه؟ يبقى 700 ناقص 2 كفر. 700 ناقص 2 في 300 او 670 ناقص 300 تقسمها على ايه كم؟ طلع ب 91% يعني 9 من 10. طب دي كده حددنا معامل. ايه كمان؟ اولا انا عاوز اخد الشكل اللي بيديني الحديد موزع بانتظام على ايه؟ القطاع كله. طيب ايه كمان؟ الاي فيل ب 360 نيوتن على مليمتر سكوير. كده حددنا الصفحه ولا لسه؟ طيب الصفحه بتاعتنا بعد ما حددناها هنروح نحسب قيمة هتطلع الأول صفحة 428 في كتاب الدكتور شاهين. سيادتك هتحسب قيمة الرو، الكلام ده طبعًا خدناه كذا مرة سهل. بحسب الأول معامل الكي وبعدين معامل الكي في الإي على تي، أطلع الاتنين قصاد بعض أجيب الرو، الرو طلع ب 14.5. أجيب منها إيه؟ نسبة التسليح الميو. الميو بتساوي ايه؟ الرو في الاف سي يو ب 10 اس سالب سالب 4 عشان احنا شغالين هنا نيوتن ومليمتر. تمام. طلع 36 من 1000 يعني كان النسبه حوالي 3.6% نسبه تسليح كبيره. تمام كده يا شباب؟ لان جاي على مين تجيب. نسبه التسليح دي قبل ما اقول انا عاوز كام سيخ القصه ديت لازم اشيك انها ما تزيدش عن الماكسيموم وما تقلش عن المينيموم. هتحسب المينيموم اللي قلنا عليه المره اللي فاتت تمام 25% زائد 52 من 1000 في اللمضه. تمام. هتقول لي انت مش مدينا دلوقتي معلومات اجيب فيها اللمضه، يبقى هتمشيها على ان اقل حاجه 1% لان هي بتطلع اقل حاجه تقريبا مليون 1%. لو اديتك داتا تجيب بيها اللمضه يبقى تحسبها. طب الماكسيموم عندك ما جبت السيلت هو داخلي ولا طرفي ولا كورني، يبقى تشتغل على كام؟ 4% هي دلوقتي 3.6 يبقى مظبوط. طب ال 3.6 ديت طلعت لي تسليح 76 سنتيمتر سكوير، يا ترى دول هيطلعوا في انهي جنب؟ ها؟ متوزعين على الاربع جوانب. طب ال 76 دول عايزين نشوفهم كام سيخ مثلا؟ وليكن انا شايف طبعا نسبه تسليح كبيره هنستخدم كده قطر كبير. اقسم لي كده 76 على هنستخدم وليكن فاي 22 يبقى اسمها لي على 3.8 طلع 20 سيخ. هستخدم ال 20 سيخ ازاي؟ هو دلوقتي المومنت النسبه الكبيره راحت اتجاه الاكس تمام؟ احط بقى 5 5 5 5 قد كده دول 20 سيخ ولا ايه؟ هم كلهم 20 بحط 10 و10 ممكن احط 7 و7 3 و3. خد بالك الثلاثة اللي هنا اساسا هو جاي معاهم برضه سيخ من هنا، السيخ ده هيشتغل ايه مرتين؟ تمام في الاتجاه ده تمام اللي هو تقريبا نحسب تلت وتلت سدس وسدس. بص كده يا شباب كده خلصت المسألة، عايزين نشوفها بقى طريقة الحل بطريقة تانية. بس في شرط في الكود عشان نستخدم الطريقة دي. ايه هو الشرط ده؟ احنا بنحسب حاجة اسمها النود ليفل لازم يكون أقل من أو يساوي نص. أنا أوتوماتيك حسبت النود ليفل قبل كده علشان أجيب قيمة البيتا. بصوا يا شباب لو قيمة النود ليفل أقل من أو يساوي نص
في طريقه ممكن اعمل ايه؟ اجيب ال ام اكس داش، هجيب الاول معامل اسمه الفا الفا بي، واجيب ال ام اكس داش عباره عن الالفا بي في الام اكس، والام واي داش عباره عن الالفا بي في الام واي، واصمم المساله بتاعتي على مرحلتين. المرحله الاولى الاكسل فورس مع ام اكس داش، ولما اخش في الانتراكشن دايجرام اجيب التسليح ايه؟ من ناحيتين اي اس واس داش. المرحله الثانيه اصمم اكسل فورس مع ام واي داش، واجيب التسليح من ناحيتين اللي هي المتبقيتين. في اخر مساله كده بقى عندي التسليح في الكام ناحيه؟ الاربع نواحي. وصل كده يا شباب؟ تعالى نشوف كده تطبيق الخطوه دي او الطريقه ديت على نفس المثال اللي فات. اول حاجه بحسب زي ما قلنا اللود ليفل اللي هي الار بي. الار بي طالعه ب 4/10 في المساله اللي فاتت، يبقى انا اقدر اشتغل بالطريقه اللي هي الفا في ام اكس والفا في ام واي. الفا بي في ام اكس والفا بي في ام واي. طب علشان اجيب قيمه الالفا بي في الجداول عاوز تحسب ايه الاول؟ هتحسب الام اكس على الاي داش وتقسمها على الام واي على البي داش، يبقى هتحسب نسبه النسبه بين ام اكس على الاي داش مقسوم على الام واي على البي داش، هتطلع برقم. الرقم ده مع الار بي اللي احنا حسبناه اخش على الجداول صفحه 329 اطلع قيمه الايه؟ الالفا بي. ففي المساله دي الالفا بي طالع 95%. اعمل بيها ايه؟ هجيب الام اكس داش تساوي 95% في الام اكس، يبقى 95% في 400 طالعه ب 380 كيلو نيوتن متر. واجيب الام واي داش عباره عن 95% في الام واي، يبقى بتساوي كام؟ 95 كيلو نيوتن متر. لانها كانت الام واي بكام؟ كانت ب 100. كده عندي ام اكس داش ب 380 وام واي داش ب 95. ما حدش يقول لي الام اكس داش دي هي الام اكس داش اللي حسبناها في الطراره، لا. حتى لو تفتكر ام اكس داش في الطراره كانت طالعه 500 وكسر، لان هشتغل عليها بس هي والبي واهملت الواي، هنا انا ما اهملتش الواي. او انا بس طلعت ام اكس داش وام واي داش ده عباره عن مومنت مكافئ او تخيلي بمعنى صح، وهشتغل الام اكس داش مع البي واطلع لها التسليح، وهشتغل الام واي داش مع البي واطلع لها التسليح، واجمع التسليح ده ايه؟ في النهايه. طب نكمل بقيه بالطريقه دي. المرحله الاولى هصمم الام اكس داش مع البي، هحدد الصفحه اللي هخش عليها في الانتراكشن دايجرام. الابسلون طلع 9/10 وجبت الكي وجبت الكي في الدي على التي. حددت الصفحه عن طريق الاي فيلد كمان برضه خدتها ب 360 زي ما هي معطى في المساله. والالفا بكام؟ انا مش عارف المومنت دلوقتي جاي من اليمين الشمال ولا من الشمال اليمين، يبقى هعتبره بكام الالفا؟ واحد يعني الاس داش بتساوي الايه؟ الاس. وهاخد الصفحات اللي فيها التسليح من ناحيتين فقط مش على الاربع نواحي. بص كده يا شباب. طيب هجيب الرو واجيب نسبه التسليح، طلع التسليح بتاعي 21 سنتيمتر سكوير الاس، يبقى انا عندي 21 سنتيمتر سكوير هنا وزيها 21 سنتيمتر سكوير فوق. نفس الكلام هكرره وانا بعمل او بشتغل على نفس القطاع وبصمم القطاع جاي عليه اكسل فورس زائد ام واي داش. هطلع التسليح بتاعي الجنبين دول طلع بكام؟ طلع ب 13 كسر 13.5 سنتيمتر سكوير نفس الكلام. طب جمعهم كده مع بعض هيطلع تقريبا في رينج ال 70 او حاجه و60 سنتيمتر سكوير، واللي فاتت الطريقه اللي فاتت كانت حوالي 76. بص كده يا شباب ادي كده شكل العمود بتاعنا. حطينا هنا 6/22 6/22 7/16 7/16 والتسليح كان اجباري في حدود ال 70 سنتيمتر سكوير.